السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جاب عنوان الرجاء يقرر الاستعداد لكلاسيكو الجيش الملكي خارج البيضاء. وقرر فريق الرجاء الرياضي استعداد لمباراة القمة اللي غتجمعو فريق الجيش الملكي برسم الجولة السادسة من البطولة الوطنية بعيدا على ملعب تدريبه بالوازيس. وضح مصدر رجاوي مسؤول ان الفريق الاخضر بعد اجراء مباراته امام المنستير التونسي برسم ذهاب الدور المؤهل لدور مجموعات كاس الكاف الاحد المقبل غير جاء لفندق الاقامه بالسخيرات وغيجري تدريبه بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء وذلك من اجل مواجهه الجيش الملكي الاربعاء المقبل وغير جاء بعدها الرجاء للدار البيضاء اذ من المرجح انه يحصلوا لاعبي على يوم راحه الخميس وغيشد الفريق الرحال لتونس في اليوم الموالي لاجراء مباراه الاياب ضد المنستير التونسي في 21 من شهر فبراير الحالي. الرجاء يستعيد لاعبا جديدا قبل قمة المنستير التونسي واستعاد جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي احد ابرز لاعبيه قبل المباراة القوية اللي غتجمعو بضيفو الاتحاد المنستير التونسي الاحد المقبل واستأنف عبد الإله مذكور المدافع الايمن لفريق الرجاء الرياضي تدريبه الانفرادية بعد الاصابة اللي كانت لحقات به خلال احدى الحصص التدريبية للفريق الاخضر استعدادا للشطر الثاني من الموسم الكروي الجاري. وشدت مصادر خاصة أن الطاقم الطبي لفريق الرجاء وبتنسيق مع الطاقم التقني برمج حصص تدريبية خاصة للاعب عبد الإله مذكور في انتظار التحاقه بالتدريب الجماعية بمعسكر الفريق الأخضر اللي غيخوضو بداية من اليوم الخميس بمدينة الصخيرات استعدادا للمواجهة المذكورة. 50,000 درهم غرامة من الرجاء المتولي و13 مليون سنتيم للشاكر وغرم فريق الرجاء الرياضي عميدو محسن متولي مبلغ 50,000 درهم على خلفية تصريحات اللي أدلى بها لوسائل الإعلام على هامش مباراة الرجاء الرياضي والإسماعيلي المصري برسم إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية البطالة. وقررت إدارة الفريق الأخضر معاقبة محسن متولي بغرامة مالية قيمتها الإجمالية 5 ملايين سنتيم بناء على تصريحاته عقب نهاية مباراة الرجاء والإسماعيلي بمراكش واللي اعتبرتها الإدارة انتقاد موجه للمكتب المسير وانتقاص من عمله. في المقابل قرر المكتب المسير تغريم الشاكر مبلغ 10 ملايين سنتيم بعد ما احتج على عدم اشراكه كاساسي في اللقاء في الوقت اللي غرم فيه زكريا الوردي مبلغ 30,000 درهم لاحتجاجه على تغييره بعد نهايه الشوط الاول من المباراه ضد الاسماعيلي المصري دائما. 280 مليون سنتيم من الرجاء الرياضي لبضربو الهرود وفي تفاصيل الخبر غيحصل بضربو الهرود على منحه توقيع كتقدر 280 مليون سنتيم مقابل توقيعه لفريق الرجاء الرياضي لحوالي موسمين على اعتبار الموسم الحالي مازال في بدايته وما تجراتش منه سوى 5 دورات وكيتعتبر المبلغ المذكور تضحيه من لاعب بولهرود اللي فضل عرض الرجاء الرياضي على عروض اخرى اكبر من انديه وطنيه واخرى خارجيه كانت من كوريا الجنوبيه واختار بضربو الهرود الانضمام لفريق الرجاء الرياضي بدل الاحتراف الدوري الكوري الجنوبي بحيث كان كيتوفر على عرض احترافي بقيمة 450 مليون سنتيم علما انه تلقى ايضا عروض من الوداد الجيش الملكي والفتح الرباطي. يشال ان فريق الرجاء الرياضي غيتحرم من خدمات بضرب الهرود في كاس الكاف وفي نهائي البطولة العربية للاندية البطالة غير انه غيكون حاضر ان شاء الله في مباراة الدوري الاحترافي وكاس العرش اللي غيواجهو فيه النسور فريق سيدي قاسم. سفيان الرحيمي لا علاقة لي بانضمام اخي الى الفريق الاول للرجاء. ونفى سفيان الرحيمي لاعب فريق الرجاء الرياضي اي علاقة لي بانضمام الاخ ديالو الحسين الرحيمي للفريق الاول بعد ما اختاروا جمال السلامي للمشاركة في تدريب الفريق. واكد رحيمي اللي حل ضيف على القناة الثانية في اخبار الظاهرة ان السلامي ربما تابع الاخ ديالو الحسين في مباراة فريق الامل وقرر بعدها ضمه للفريق الاول وضاف النجم الرجاوي اللي تألق في الشان كهداف وخذ جائزة احسن لاعب ان الحسين مطالب بالحفاظ على المشعل ومواصلة التدريب بشكل جيد. هذا وكان جمال السلامي تابع مباراة فريق الامل ضد فريق اليوسفية الرباطية برسم دوري الهوات الاحد الماضي وقرر على اثرها الحاق الاخ الاصغر سفيان الرحيمي بتدريب الفريق الاول. واتفورد الانجليزي يختبر دوليا مغربيا عرض خدماته على الرجاء وكيختبر فريق واتفورد الانجليزي الدولي المغربي اشرف الزعر قبل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وفق تقارير إعلامية إيطالية فأشرف الزار كيخضع للتدريب رفقة واتفورد الممارس بالقسم الأول الإنجليزي قبل التعاقد معه بعد ما ضمنش مكان ليه في صفوف فريق نيوكاسل. وأكدت تقارير ذاتها أن واتفورد كيرغب في تعزيز صفوفه باللاعب المغربي المذكور لغاية نهاية الموسم مع إمكانية جديد ليه في حال ما أبان على مستوى جيد. وكان أشرف الزار عرض خدماته عبر وكيل أعماله على فريق الرجاء الرياضي غير أن الأخير اعتذر على التعاقد معه في مرحلة الانتقال الشتوية الماضية على اعتبار أنه كيتوفر على اللاعبين الشباب في مركز الظهير الأيسر.
لاعبو الرجاء يشاركون فنانين في وصلة إشهارية لهذا السبب، وشاركوا فنانين محبي فريق الرجاء الرياضي من بينهم رجاء بالمير ولاعبين من الفريق الأول الرجاء في وصلة إشهارية من أجل ترويج لبطائق اشتراك الفريق الأخضر. وأشرف على إنتاج الفيديو الإشهاري أحد منخرطي الفريق هو منتج مشهور، وذلك بارت تشجيع الجماهير الرجاوية على اقتناء بطائق الاشتراك بأعداد كبيرة، علما أن ثمنها محدد في 250 درهم، ويحصل مشتريها على إشارة أي كشكول كيحمل شعار الفريق وتاريخ التأسيس. وصور الفنانين واللاعبين الوصلة الإشهارية بمركب الوزيس تحت إشراف منتج الرجاوي المذكور، وجهوا من خلالها رسائل الجماهير من أجل دعوتهم لاقتناء البطائق بأعداد كبيرة، وغتحمل بطاقة الاشتراك اسم صاحبها ورقم بطاقته الوطنية، وغتوصل بها مباشرة في منزله بعد ما قرر المكتب المسير للفريق الأخضر اعتماد خدمة التوصيل لتفادي تنقل الجماهير الرجاوية لمركب الوزيس، بدأ في الحصول على البطائق احتراما للبروتوكول الصحي وكذلك لتسهيل عملية الشراء. الجيش الملكي وشباب محمدية يستعدان لخطف لاعب جديد من الرجاء. وفي تفاصيل الخبر، رفض وكيل اعمال معاذ مشتنم لاعب فريق امل الرجاء الرياضي تمديد العقد اللي كيربطو بالفريق بعد ما توصل بعرض جديد مسؤولي الفريق الاخضر في اليومين الماضيين. وقالت مصادر رجاويه موثوقه ان الوكيل المذكور اللي كان وراء انتقال مشتنم من المغرب تطواني لفريق الرجاء الرياضي وزكريا الدريوج الشباب محمدية رفض مناقشه العرض اللي توصل به مشتنم لفريق الرجاء بسبب خلافه مع مسؤولي الفريق الاخضر وعدم رضاه على ابعاده من محيط النادي بعد ما كان قريب من المكتب وكيقرر في بعض الامور الخاصه بالفريق خاصه فيما كيتعلق بالتعاقدات. وتابعت المصادر نفسها ان الوكيل ذاته توصل بعرضين من فريقي الجيش الملكي وشباب محمديه اذ ابدوا رغبتهم في التعاقد مع مشتنم لقرب انتهاء عقده مع فريق الرجاء الرياضي بنهايه الموسم الرياضي الحالي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال دار، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.